السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقة جديدة، هنتكلم فيها اكيد عن النادي الاهلي، هنرد فيها ضد الاكاذيب والشائعات. لكن في البداية ما تنساش افضل حاجة بنبدأ بيها فيديوهاتنا الصلاة على الحبيب، اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اول حاجة عايز اتكلم فيها توفيق السيد، افتكروا الاسم ده كويس قوي، توفيق السيد عضو لجنة الحكام الرئيسية واللي استقال بعد رفض الراجل بريرا انه يستمر في لجنة الحكام. توفيق السيد ده بيتحط حواليه 100 دايرة حمراء. توفيق السيد اللي كلاتنبرج قبل كده قال نصا ان راجل كان بيختار حكام، كلاتنبرج كان بيختار حكام لماتشات الزمالك، وتوفيق السيد كان بيغيرهم ويحط على مزاجه حكام تعرف تحتوي نادي الزمالك وتعرف تحكم لنادي الزمالك لانتشال نادي الزمالك من الموقف الصعب اللي هو فيه. توفيق السيد بعد طرده من لجنة الحكام او اقالته من لجنة الحكام بسبب ان بيريرا الراجل البرتغالي رافض تماما انه يكون موجود، خرج علينا توفيق السيد بتصريحات في كل القنوات، قعد يلف على القنوات كلها، وبيريرا ده راجل فاشل، بيريرا ده لا يصلح للكرة المصرية، بيريرا لا يصلح للجنة الحكام المصرية. أمال مين اللي يصلح يا عم توفيق؟ وليه كنت ساكت طوال السنة اللي فاتت طول ما أنت تحت إدارة بيريرا؟ ما أنت كنت تحت إدارة بيريرا بقالك أكتر من 6-7 شهور، ما طلعتش اتكلمت ليه وقلت إن بيريرا لا يصلح؟ أعتقد دي حاجة اسمها خيانة للأمانة، إنك تكون في منظومة أو في هيئة أو في مؤسسة وشايف مرؤوسك فيها او مديرك فيها لا يصلح للإدارة وتفضل ساكت لانه دايس عليك، لانه فوقك، لانه ممكن يقلشك، فتفضل ساكت، واول ما تتقلش تطلع تعيش دور الشجاع اللي بيهاب او لا يهاب في الحق لو ما تلائم يعني. فاتمنى من الاخ توفيق السيد لم لسانك واقعد ساكت بقى، لانك لو كنت فعلا راجل امين كنت طلعت اتكلمت من بدري مش بعد ما تطرد. زكي بشكا، زكي بشكا ولا بشكا مدرب الطموح، عايز كل الفرق تلعب زي بعض، عايز كل الفرق تبقى متساوية في الماتشات، اللي بيلعب في افريقيا واللي ما بيلعبش، اللي بيصيف بدري بدري واللي بيكمل، اللي بيطلع حصالة واللي بيلعب كاس العالم، عايز كله يلعب في نفس الوقت. احنا ملناش دعوة، ماليش علاقة بقى الاهلي بيلعب كاس عالم اندية، ماليش علاقة، يعمل فرقة تانية ويجي يلعب. الاهلي بيلعب في دوري الافريقي يعمل فرقة تانية ويجي يلعب. الاهلي بيلعب في او يلعب في تاني يوم، يعني مش لازم في نفس اليوم، عشان برضو يعني زكي بشكها بيسيب اوبشن يعني زيادة، انك ليك يوم زيادة يا عم، العب النهاردة مثلا مع سيمبا التنزاني وانت جاي في الطيارة هنكون بنلعب مع فرقة الاهلي التانية عشان نديك فترة للراحة لفريق الاهلي اللي لعب ماتش سيمبا التنزاني. منتهى كيد النساء، منتهى كيد النساء. تحس ان الناس دي رادعين من جاموسة واحدة، والله تحسهم كلهم شبه بعض، كلهم شبه بعض، هاني زي دوحة، زي فتوحة، زي بشكها، زي عبد الله، كلهم شبه بعض، رادعين من جاموسة واحدة، كلكم ولاد جاموسة. والله العظيم تحس ان هما كده، ده بيردد نفس كلام ده وده بيردد نفس كلام ده، مفيش حد بيتكلم بالعقل، مفيش حد بيتكلم بالعقل، هو مجرد بس ان انا اطلع اردد كلام زي البغبغان، زي البغبغان بالظبط. هما زي بالظبط كده جماهير احد الانديه المنافسه والاعلام والسوشيال ميديا بتاعتهم، لما تروح بلد بيعبدوا فيها العجل حش ورميله، حش ورميله. فزكي بشكها عارف ان الكلام ده هيعجب الاداره بتاعته، هيعجب اداره الطموح، فبيحش وبيرملهم. عشان كده بقول لك كلهم رادعين من جاموسه واحده، رادعين من جاموسه واحده للاسف الشديد يعني. فاتمنى ان الناس يعني تعقل حبتين وتشوف تصريحاتها وتوزن تصريحاتها. عايز اقول معرفش ليه دايما المسؤولين عن الكرة في مصر او الرياضه حتى الوزير لازم، وانا بتكلم وبقول الحق عن النادي الاهلي وبدي الاهلي حقه، لازم احشي اسم الاهلي الزمالك في جمله مفيده، اسم بيراميدز في جمله مفيده،
والاخ احمد يبرح حشر كمان وحاشي اسم فيوتشر في جمله مفيده. الاخ احمد دياب بيقول ان افضل 7 انديه في افريقيا بينهم 4 فرق مصريه هم الاهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر. تصريح احتوائي فاخر من النوع او من الاخر من النوع الفاخر. حضرتك عايز تبين ان الدوري المصري قوي ما يبقاش بالكذب. يعني على اي اساس اولا حضرتك طلعت وقلت الدوري المصري المصنف رقم 13 على مستوى العالم؟ عملتها ازاي دي؟ ما اعرفش. جبتها من اي مجله؟ ما اعرفش. مجله بتلاته سغمه تزوقيني يا ماما ولا مجله علمني العوم النبي احمد؟ ما اعرفش. طب جبت منين ان افضل 7 فرق في افريقيا بينهم 4 هم الاهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر؟ جبتها منين؟ ها؟ جبتها منين؟ ده انت تصنيف اخر 5 سنين الاهلي رقم 1، الزمالك رقم 7. الزمالك رقم 7، بيراميدز رقم 10، جبتها منين؟ عرفني، فهمني. فيوتشر مش موجود اصلا في افضل 10. يا جماعه هو احنا قاعدين نهري؟ واحنا قاعدين فاتحين مصنع للهبد؟ يعني استاذ احمد دياب عايز تضم الزمالك في جمله مفيده مع النادي الاهلي؟ عيب عيب تساوي ما بين فريق كل سنه بيلعب نهائي افريقيا، فريق واخد 11 بطوله افريقيا، فريق راح كاس عالم 9 مرات، وتيجي تحط جنبه الزمالك في جمله مفيده؟ منتهى الظلم والاجحاف، منتهى الظلم والاجحاف، منتهى الاحتواء. ان اجيب فرقه بقالها 25 سنه ما بتشمش بطولة افريقيا، ما بتشمش بطولة افريقيا، ده يوم ما بيكسبوا ماتش في دور المجموعات يا راجل بيعملوا عيد. جرى يا احمد دياب. الزمالك يوم ما بيكسب ماتش في بطولة افريقيا بيعمل افراح 7 ايام عشان كسب ماتش. عايز تحطه في جملة مفيدة مع النادي الاهلي؟ عيب. اي حد في افريقيا هيسمع كلامك ده هيضحك. مين بيراميدز؟ بيراميدز مين والناس نامين يا عم الحاج؟ بيراميدز اللي طلعوا فريق في المركز ال 18 في الدوري الجنوب افريقي في الكونفدراليه برغم المصاريف والهم المتلتل اللي مصروف عليه؟ بيراميدز؟ فيوتشر مين؟ ده فيوتشر طالع من دور الثمانية. فيوتشر مين ولا طالع من دور المجموعات حتى؟ دور المجموعات. فيوتشر احنا نهزر. احنا هنهزر. انت لو طلعت وقلت وعايز تتفشخر وتقول ان الاهلي اقوى نادي في افريقيا محدش هيتكلم. محدش هيتكلم. الاهلي اعظم فريق في افريقيا محدش هيفتح بقه. الاهلي هيفضل مسيطر على القاره الافريقيه كلها محدش هيتكلم. محدش هيتكلم ولا حد هيضحك على كلامك. لكن كلامك ده كلام مضحك مع احترامي الكامل لشخصك. ايه الزمالك وبيراميدز يعني الزمالك احسن من سان داونز؟ فيوتشر احسن من سان داونز؟ احسن من الوداد؟ احسن من الترجي؟ احسن من اتحاد العاصمه اللي كسبان ده بطوله الكونفدراليه؟ احسن من الهلال السوداني؟ ما تردوا يا جماعه. احسن من تيبي مازيمبي؟ احسن من سيمبا التنزاني؟ انتوا بترموا كلامه وخلاص. انتوا بترموا كلامه وخلاص. عايز تجامل ما تجاملش على قفا او على حساب المصداقيه. امبارح كان في تقديم التيشيرت الخاص بنادي بيراميدز، وما شاء الله يعني بيراميدز قال لك احنا نغير اللون، بدل ما يبقى ازرق او كحلي او لبني غامق احنا لازم نعمل زي مانشستر سيتي. يمكن ربنا يكرم يعني ونكسب بطوله نستر بيها نفسنا. فعملوا ايه يا جماعه؟ عملوا التيشيرت خلوه لبني فاتح بدرجه المانشستر. يمكن يكسبوا بطولة. افتكروا او ظنوا ان تغيير اللون هو اللي بيجيب البطولات. لكن ما شاء الله الثقة مالية قلوبهم. عارف انت فيلم ابو العربي؟ قال له ايه ده؟ ثقتك مقوية قلبك. فثقتهم مقوية قلبهم. عبد الله قال لك بيراميدز جاهز لحصد كل البطولات الموسم القادم. خاف يا عيد. انت لسه ما خفتش ليه يا بيه؟ خاف يا بيه. خاف يا بيه عبد الله، خدها من عبد الله واتكل على الله. الموسم ده بيراميدز هياخد كل حاجه. امال ايه؟ عبد الله رمضان نفس الحكايه، قال لك مش هنسيب بطوله لما ناخدها. يا جماعه انتوا جايبين الثقه منين؟
ده انتوا ما وصلتوش نهائي بطولة قبل كده، انتوا ما وصلتوش نهائي بطولة قبل كده عشان تجيبوا الثقة اللي انتوا ماسكينها دي. انت طالع مركز تاني السنة اللي فاتت لأن الزمالك كان حاله لا يسر عدو ولا حبيب، طلعت مركز تاني السنة اللي قبلها على حساب النادي الأهلي لأن الأهلي قبل 7 أسابيع من البطولة قرر يلعب بالناشئين والشباب. فانت ايه الثقة اللي انت جايبها دي؟ ده انت صرفت مصاريف النهاردة بقالك 4 سنين قد القارة الأفريقية لمدة 4 سنين، لمدة 4 سنين، ومع هذا المحصلة صفر. فكشكشها ما تعرضهاش، اتكلم على قدك، لما تكسب بطولة اطلع انفخة، اطلع انفخة، لكن ما تعرضهاش قوي كده لتفرقع. لو اتفرقعت مننا مش هنعرف نلمك. عايز اقول الراعي يا جماعه لما يجي يدفع فلوس للاهلي او غير الاهلي هو بيسال نفسه سؤال، هل هعرف الم الفلوس دي؟ هل هعرف اكسب من ورا الفلوس دي ضعف ولا 2 ولا 3 ولا 10؟ الراعي اللي بيدفع فلوس للنادي الاهلي بيبقى متاكد وموقن ومتيقن ان الجنيه اللي هيدفعه هيجي له 10، عشان كده بيدفع بمزخ وقلبه جامد، وقلبه جامد. شوفوا يا جماعه خبر تعاقد النادي الاهلي مع انطوني موديست عمل ايه. الخبر لف العالم كله، صحف العالم كلها عماله بتنشر موديست 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 في تيشيرت النادي الاهلي. تخيل انت بقى لما يبقى انت الشعار بتاع شركتك على تيشيرت النادي الاهلي وهو لابس موديست، وصحف العالم تتابع عن كثب وعن اهتمام اللاعب الفرنسي اللي كان مكسر الدنيا وكان بديل هالاند في نادي بروسيا دورتموند. تعال انت على الناحية التانية هتلاقي النادي المنافس مش لاقي حد يرعاه، الشركات حتى اللي راعته قبل كده قفلت، الشركات اللي راعته قفلت، خسرت وقفلت، جابوا ضرافها، جابوا ضرف الهلال والنجمة، جابوا ضرف إلكتريك، جابوا ضرف شركات كتير قررت إنها ترعاهم في يوم من الأيام. خالد الغندور هو بالنسبة لي من وجهة نظري هو واحد من أكثر من يظهرون، مش هقول إعلامي، من يظهرون على القنوات شيزوفرينيا وتناقض. انسان متناقض لابعد الحدود بجد والله، يقول الكلمه النهارده ويقول عكسها بعد ساعه، مش بكره لا بعد ساعه. خالد الغندور لما طلع قرار واتفاق بين الاهلي وبين اتحاد الكوره ان الاربع لعيبه هيتسابوا ماتش تونس، طلع قال ايه؟ قال لك انا شايف القرار العادل والسليم ان الاربع لعيبه يلعبوا ماتش اثيوبيا بس وبعدها يروحوا للاهلي عشان ماتش السوبر. ده مين اللي بيقول كده؟ ده خالد الغندور، والله العظيم خالد الغندور يا اخواننا، مش جايب كلام من عندي. بعد ماتش مصر ما خسرت، او عفوا قبل ماتش مصر ما تلعبوا مع تونس، قال لك معلول وتو وديانج هيشاركوا مع منتخبات بلادهم، والاهلي مش عايز لعيبته المصريين ينضموا للمنتخب. هو الاهلي نادي وطني وبيمثل مصر ولا لا؟ لا، نادي وطني وغصب عنك وعن اللي يتشدد لك. إذا كان في نادي وطني في مصر فهو الأهلي، وبعد كده يجي اللي يجي، وبعد كده يجي اللي يجي. عايز أقول ما قاله وذكره هاني شكري، خلي بالك يا معالي الوزير، معالي الوزير أشرف بيه صبحي، خلي بالك يا بيه من الكلام. الراجل حسن موسى ما كملش أسبوعين طلع ملفات ومخالفات فساد يندى لها الجبين. هاني شكري والتصريح على عهدته وذمته، قال لك هناك مئات الموظفين الموجودين في الكشوفات يتم صرف مرتبات ليهم وهمية. مين وهمية في الزمالك؟ الزمالك فيه أكتر من 3000 موظف، الأهلي فيه 5 فروع، عدد الموظفين أقل من 1600. الموضوع يحتاج بحث من النيابة، الموضوع يحتاج ضمير، الموضوع يحتاج وزير يطلع يقول لنا الفلوس اللي اتنهبت دي راحت فين ولحساب مين. الوزير من جهته بره ساحة المجلس المستقيل ورئيسه،
بأنهم ناس وطنيين. وطنيين. فعايزين معالي الوزير يطلع يقول لنا الفلوس راحت فين؟ راحت تجيب مين؟ طالما المجلس وطني ومحترم، أكيد في موظفين اختلسوا الفلوس دي والمجلس الوطني والمحترم مش واخد باله. خلصت أخبارنا؟ ما خلصتش حكايتنا. استنى كل آرائكم وتعليقاتكم أكيد. شكرا ليكم.